شكرا فخامة الرئيس ماكرون. اسمحوا لي هنا ان انا السيدات والساده ان انا اوجه كل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس على تنظيمه لهذا المؤتمر، وايضا على صداقته ودعمه لمصر، وده امر مش غريب على فرنسا الحقيقه. بشكرك فخامة الرئيس، وكان لابد ان انا اشكرك على ده، شكرا جزيلا. الحقيقه انا يعني مداخلتي هتبقى مختلفه شوي، وارجو ان انتم تسمحوا لي ان انا اتكلم بالطريقه دي. انا كنت موجود في باريس في قمه المناخ في 2015، وفي الوقت ده طرح، وانا بتكلم كده لا اقصد ابدا يعني الاساءه او التقريع، لا انا بس عايز اقول احنا خلال اليومين دول وقبل كده، وانا هقول ده، في 2015 كان في قوة دفع كبيرة جدا هنا في باريس لمؤتمر المناخ، ويعني وساعتها قدر وخصص 100 مليار دولار من جانب الدول المتقدمة لصالح يعني مساهمة منها في، على ان ده سيتم تكراره سنويا لصالح المناخ، وده كان أمر جيد جدا. وأنا كل اللي هسأله، يا ترى لو إحنا كنا نفذنا 100 مليار دولار لمدة 7 سنين لمواجهة تغير المناخ، النتائج في هذا الأمر؟ بالمناسبة أنتم قادة فكر وقادة رأي وفهم كبير، أتصور أن الفرق كبير جدا بين الخطة وبين تنفيذها، لأن ساعات رغم كل العلم اللي إحنا وصلنا له كبشر، إنما عندما نقوم بالتنفيذ نجد النتائج قد تكون أكتر وقد تكون أقل شوي، لكن ده ما حصلش. ساعتها أنا توليت رئاسة الاتحاد الأفريقي لمدة 2 عامين، وحضرت مؤتمرات، وكل زملائي القادة الأفريقية كانوا جايما معايا. رحنا اليابان، رحنا الصين، رحنا الهند، رحنا روسيا، رحنا انجلترا، رحنا الهند من اجل يعني التعاون الاقتصادي بين القاره بظروفها الصعبه وبين الدول المتقدمه والصناعيه الكبيره. ودايما كنا بنتكلم، وكان كل زملائنا سواء من يعني زملائنا في القاره اشقائي او من جانب الدوله المضيفه، كان بيبقى فيه كلام مهم جدا وفي استعداد كبير للتعاون. الحقيقه النتائج اللي تحققت خلال المده دي حتى الان، واتصور انا مش بتكلم باسم القاره دلوقتي، انا بتكلم فيما ان احنا قاعدين في محفل مهم قوي النهارده وبنسجل كلام مهم لينا كلنا. وانا هقول ان في جزئين، جزء صحيح مرتبط بالدول الغنية والمتقدمة، ولكن أيضا هكون أمين وأقول إن في جزء مرتبط بينا إحنا، إن إحنا كمان نبقى مستعدين نتحرك بفاعلية وبأفكار تحقق لنا النفاذ لتحقيق أهدافنا. وأنا عشان النقطة دي أشاور عليها وأوضحها كويس، هقول إن إحنا في مثلا في COP27 أطلقنا منصة اللي اسمها نوفي، خدنا من الاي بي ار دي ومن المانيا ومن الولايات المتحده ومن الدنمارك تمويل لعشرة جيجا يمكننا ان احنا في 2030 يبقى عندنا 42% من خليط الطاقه. اذا العمل مش عمل فقط من جانب ان احنا نلقي اللوم على اصدقائنا الدول المتقدمه، وإحنا كدول أخرى ما يبقاش عندنا الأفكار اللي نحاول نخترق بيها ونحل بيها المسائل وبعد كده نقول اللي إحنا بنقوله دلوقتي. نرجع تاني، ده اللي إحنا ده اللي حصل. ونفس الكلام وأنا بقول هنا، بوجه الشكر للرئيس للمستشار شولتز، نفس الكلام إحنا لما جينا نخش في برنامج اللي عمل
أكبر مشروع للقطار الكهربائي في إطار التنمية المستدامة وفي إطار أيضا عوامل المناخ، مجابهة عوامل المناخ من خلال استخدام نظم نقل حديثة تبقى بعيدة جدا عن التلوث وتأثيراته. كان في دعم قدم لنا، ولما قصدنا أن مخاطر الائتمان يتم تمويلها من جانب ألمانيا حصل ده، حصل هذا الأمر وتم تمويل مخاطر الائتمان للقرض ده. القرض ضخم برقم كبير وده تحقق. أنا عايز أقول في النقطة دي لزمايلنا اللي بيسمعونا وليكم كلكم إن الشراكة التعاون هو عمل ومتحرك بين الكل، بين الدول المتقدمة والدول اللي هي النامية واللي بتسعى للنمو والتقدم. طيب النقطة الثانية اللي عايز أتكلم فيها هي هل التحدي والخطر واضح لنا كلنا؟ أتصور أنه واضح جدا، مش محتاج. وإحنا شفنا أن لما كان في مخاطر للكوفيد العالم اتحرك إزاي لمجابهته، وحتى لما حصل مخاطر للحرب الروسية الأوكرانية شفنا أيضا إزاي التحرك والإجراءات تم تنفيذها بفاعلية وبحسم. إذن الخطر واضح والإرادة تتحول لإجراءات تمكننا من إن إحنا نتحرك بفعالية. أنا هقول لكم على تجربتي في مصر وباختصار شديد. كان دايما في دولنا اللي هي دول الدول النامية يعني يبقى في وعود كثيرة جدا من جانب القادة للشعوب، يقول له في الانتخابات أنا هعمل لك وهعمل لك وهعمل لك وهعمل لك ويعمل له كل حاجة حلو. أنا لما جيت في الحملة ما قلتش كده خالص، قلت أنا ما عنديش حاجة أقدر أوعدكم بيها غير العمل والعمل والعمل والصبر، ولم أطلق أبدا مشروع إلا عند افتتاحه. إذن مش عايزين نقول وعود ونتحرك يبقى يتبقى أو ينفذ من هذا الوعد نسبة بسيطة جدا جدا قياسا بحجم الوعد. آخر كلمة هقولها فخامة الرئيس، الريادة مسؤولية، الريادة مسؤولية. لما تكون دول متقدمة وغنية وعندها التكنولوجيا وعندها المعرفة بيبقى عليها مسؤولية تجاه الآخرين الذين لا يمتلكوا ذلك. وهنا ده مسؤولية قد تكون أخلاقية وقد تكون مسؤولية سياسية. يبقى نقطة في الموضوع دوت، عندما تحدثنا عن 100 مليار دولار في الوقت دوت تقدمت باقتراح كرئيس للاتحاد الإفريقي وقلت لهم احنا بنعرض عليكم ان البنية الأساسية القارية، البنية الأساسية القارية لإفريقيا هتحول وتغير وجه القارة. والكلام ده امبارح احنا كلمنا فيه في سد إنجا وحاجات أخرى كثيرة، إن النهاردة لو 100 مليار تم ضخهم في صورة، أنا بكلم النسبة المخصصة للقارة الإفريقية على سبيل المثال، تم ضخهم كل دولة كانت مخصص إنها هتدفع رقم، ألمانيا كانت هتدفع رقم، فرنسا كانت هتدفع رقم، الصين كانت هتدفع رقم. أنا قلت إن الرقم ده لا يعطى منحة مطلقة، ولكن حتى بما إن هم كان التزام في الوقت دوت بـ100 مليار دولار قلت لا تعالوا خشوا وخلوا الشركات، ألمانيا هتعمل هتحط 5 مليار في إفريقيا، خلي الشركات الألمانية تعمل بـ5 مليار في مشروعات لخدمة البنية الأساسية القارية. فرنسا هتشتغل أو هتقدم 4 مليار 5 مليار أي رقم تاني، تقوم الشركات الفرنسية بالعمل وتمول هذا الرقم الجزء المخصص واللي خصصته الحكومة الفرنسية. وكلام ده ينطبق على الصين وعلى كل الدول المتقدمة. صدقوني انتم احنا بنتكلم كتير على حقوق الإنسان وانا معاكم في ده، بس انا عايز اقول لكم ان خلال الـ10 سنين اللي فاتوا اللي تم رصده حقيقة وغرق في الهجرة غير الشرعية
من إفريقيا إلى أوروبا يقترب من 2700 إنسان وإنسانة وطفل يمكن كل سنة، أكتر من 27,000. ده اللي احنا شفناه أو ده اللي تم رصده. طب الباقي إذا لم يجد الناس في إفريقيا الأمل وفرصة للحياة هيتحركوا في اتجاه اللي عندهم الأمل وعندهم الفرصة هنا في أوروبا. وعايز أقول لكم في مصر للي ما يعرفش لدينا 9 مليون ضيف، 9 مليون ضيف. لن أطيل عليكم، أنا بشكركم وبشكر رئيس ماكرون، ودايما دولة فرنسا بيبقى ليها إسهام كبير جدا جدا في هذه الموضوعات المهمة. بشكرك فخامة الرئيس وبشكركم جميعا، وأرجو أن أكون قد أطلت عليكم أو أزعجتكم. شكرا جزيلا.